وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك معنا. في البداية، مصر كانت تتخذ عدة خطوات للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، كيف كانت هذه الخطوات دكتور كريم خلال الفترة الماضية؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك بداية والسادة المشاهدين. يعني بالفعل الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الخطوات التي بتعتبر بتمثل نموذج أو قاعدة أساسية يمكن التأسيس والبناء عليها في التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي. تكافل وكرامة كانت هي النموذج الأكبر والأقرب إلى الدولة المصرية في تطبيقه ونجاحه. يعني الدعم النقدي مطبق في العديد من الدول، وهناك العديد من التجارب الدولية في هذا الشأن مطبقة بالفعل ومثلت نجاح، ولكن هذه التجارب من الممكن الاستفادة منها والتأسيس عليها والاستفادة أيضا من إيجابياتها وتدارك سلبياتها، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف عدد السكان وعدد المستفيدين من منظومة الدعم داخل الدولة المصرية، لأنه ليس بالضرورة نجاح تجربة في دولة ما أن تكون ناجحة في دولة أخرى. ويمكن هذا ما يعني اتجه إليه الدعوة إلى الحوار الوطني، وهو جمع كافة الأفكار وكافة الرؤى والأطروحات من مختلف يعني المختصين في هذا الشأن، بحيث يتكون بنك أفكار وبنك معلومات يمكن أن نستخلص منه رؤية متكاملة واضحة المعالم بتتضمن آليات التنفيذ وكيفية التنفيذ وتوقيته وآليات القياس ومعايير القياس والضوابط التي سيتم الاعتماد عليها. نعم، إذا تحدثنا عن السلع التموينية، طبعا حدث بالفعل خلال الفترة الماضية أن تحول الدعم من العيني إلى النقدي في عدد من السلع والمنتجات كالمنتجات البترولية والكهرباء وغيرها. السلع التموينية الآن كيف يمكن، ما هي الآلية التي سيتم التحول من خلالها من الدعم العيني إلى الدعم النقدي؟ يعني هو طبعا الأنسب والأقرب في التطبيق هو أولا أن يكون التطبيق على محافظة كتجربة لكيفية التطبيق ومدى نجاحه. التطبيق أنا أرى من وجهة نظري أنه يكون في صورة كارت مشتريات بيتضمن السلع التموينية المستحقة لأفراد الأسرة، وأن يتم صرف هذه السلع من المنافذ التجارية في صورتها الطبيعية وليست منافذ تموينية أو تابعة للجهات التموينية. طبعا من الممكن أن يكون هناك تصورات أخرى للدعم الممنوح، ولكن هنا سنضطر إلى تقسيم كافة الفئات إلى شرائح، وبناء عليه بيتم تحديد مدى احتياج كل شريحة. هل هي الفئة العمرية بتحتاج إلى الدعم في صورة علاج؟ هل أفراد الأسرة الدعم من الممكن أن يكون في صورة مصروفات التعليم؟ أم هي أفراد الأسرة بيفضلون السلع الاستراتيجية والسلع التموينية الأساسية التي كانوا بيحصلوا عليها في الدعم العيني؟ وبالتالي الفكرة أن هناك العديد من الطروحات الموجودة، وإذا أردنا تحديد كيفية الدعم يبقى ممكن نأخذ في الاعتبار طبيعة الفئة المستحقة ورغباتها ومتطلباتها، لأن الهدف الأساسي من الدعم هو أداة اجتماعية وليست أداة اقتصادية. أداة اجتماعية الهدف منها رفع الأعباء ورفع المعاناة ورفع الضغوط والالتزامات المادية على الأسر الأكثر احتياجا، وبالتالي تحقيق الدعم في صورة تلبي متطلبات واحتياجات الأسرة هذا هو الهدف الحقيقي والرسالة الحقيقية التي تريدها الدولة المصرية من الدعم. نعم، وضحت الفكرة. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.